هذا ويعد المنتخب السعودي من أكثر الفرق العربية مشاركة في نهائيات كأس العالم بأربع مشاركات سابقة، حيث يطمح في مونديال روسيا إلى تحقيق إنجاز بالذهاب بعيدا في البطولة العالمية. فيما يعد صاحب الأرض في مونديال 2018 ووريث إنجازات الاتحاد السوفيتي حسب تصنيف الاتحاد الدولي، والمنتخب الوحيد الذي لم يخوض تصفيات للمشاركة في بطولة كأس العالم.